السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم جايب لكم مقطع عن القادة، المقطع اللي طلبوه كثيرين وقالوا نزل وتكلم عنه، رغم انه والله عندي ترتيب معين للسلسلة هذه في القناة، لكن بما ان موضوع القادة ما يضر فان شاء الله راح ابدأ فيها الان، وبحيث اني انا اوصل الفكرة الاساسية من التعامل مع القادة لكل لاعب مستجد. إذا أنت فاهم الشغلة كيف تتعامل مع الأساطير والملحميين والأشياء هذه، فهذا المقطع ما يهمك، المقطع هذا موجه للمبتدئين فقط. فنبدأ الآن، بسم الله، خلونا نبدأ. طيب الآن أنا راح أحاول أني أشرح الصغيرة والكبيرة في كل قائد، عفواً لكل قائد، لو قلت في كل قائد يعني راح أمسكهم كلهم، لكن لكل قائد بحيث أنك تفهم اللوائح هذه. طيب، كل قائد عنده ثلاث ميزات. هيرمان عنده أنه هيرمان قائد للرماة و ممتاز في الدفاع عن المدينة ويسبب أضرار عالية للخصم. لو رحنا هنا، هذا قائد للفرسان، نفس الفكرة، لكن لو جينا هنا تختلف الميزات، وهذه طبعا راح أشرحها بعد شوي، ما ودي أني يعني أستعجل وأستبق الأمور، فركز معي هنا الآن في أشياء أنا لازم أشرحها قبل ما أدخل على الميزات والأشياء هذه. طيب، نجي للنجوم هنا. إيش فكرة النجمة هذه؟ لما أرفعها إيش الفكرة؟ أنت في البداية راح تكون عندك نجمة واحدة ومهارة واحدة، راح يطلب منك ترفع المستوى إلى 10 حتى تفتح النجمة الثانية. فأنت إذا فتحت النجمة الثانية راح تنفتح معك المهارة الثانية، فهمت؟ هذه العلاقة بين النجمة والمهارات، كل ما تفتح نجمة كل ما تفتح مهارة، فهمت الفكرة الآن؟ طيب، طبعا هذا المستوى الأخير للقادة اللي هو 60. سعة القوات اللي يشيلها كل قائد 200,000. طيب، طبعا المستويات تترقى بحيث من خلال قتالك للبربر، الكتب حقت المستويات اللي هي هذه مجلد المعرفة، خلونا نرجع لهيرمان. فكذا ترفع مستويات حقت كل قائد. طيب، المهارات، كيف أرفع مستوى المهارة؟ من خلال المهارات بكل بساطة. طبعا هذا التمثال حق هيرمان، تضيف عليه و ترفع المهارة، فهمت؟ لكن في شيء مهم هنا، خلوني أشوف في قائدين. طبعا هذه المهارة الأولى كلها ماكس، تمام؟ خلوني أشوف. الآن وصل عندي 10 من 10، الحلو. لاحظ هنا يقول لي ارفع النجمة، أحاول أني أفتح النجمة هذه، ما أفتح ذي معها فل. تطوير، ممتاز. الآن فتح معي المهارة الثانية، حلو. فهذه تمثيل القائد المتقدم اللي لونه أخضر، وهذه راح أشرحها الآن، بس أنا قاعد أحاول أني أوريك الفكرة الأساسية من ترقية المهارات بهذا الشكل. طبعا نوصل إلى آخر مستوى اللي هو 5، شفت كيف؟ فأنت علشان تفتح المهارة الثالثة لازم تفتح النجمة اللي هي الثالثة،
من خلال رفعك للمستوى وهكذا. الآن وصلت فكرة كيف أنك ترفع النجمة بحيث أنك تفتح مهارة. ممتاز. طيب خلونا نرجع. طيب عرفنا الحين الفكرة بين علاقة النجمة بالمهارة. كل ما تفتح نجمة كل ما تفتح مهارة، فهذه هي الفكرة، وريناكم كيف ترفعون المهارة. وغير كذا ننتقل الآن للمواهب. طبعا هذه شجرة المواهب. طيب بناء على إيش يعني؟ ليش أعطاني الشكل هذا؟ طبعا قلنا إيش؟ إنه يقود الرماة، يدافع عن المدينة، ويسبب أضرار عالية للخصم. فلما أروح للمواهب، خلوني أقرب هنا، ألقى عندي هنا ثلاث مسارات اللي هي الميزات حقته. طبعا في مسار للرماة، في مسار لأضرار عالية، وفي مسار للدفاع عن المدينة. فأنا مسوي بهذا الشكل. طبعا في تصاميم كثير لكل قائد، فراح أحط لكم رابط تحت للديسكورد بحيث أنكم تشرفونا وتشوفون تصاميم مختلفة لكل القادة، يعني أساطير ملحميين. فهذا التصميم أنا مركز عليه بحيث أنه يسبب أضرار عالية وقوية للخصم، ففي تصاميم ثانية له. فهذه هي فكرة شجرة المواهب. الآن بعد ما شرحنا فكرة كيف ترفع المهارة وعلاقة النجمة بالمهارة وفكرة شجرة المواهب، الآن ننتقل إلى أنواع القادة. القادة عندي هنا أربع أنواع، اللي هم أسطوري، ملحمي، نخبة، متقدم. طيب أنت بتقول مين اللي يهمني هنا بالضبط؟ أنا أبغى أفهم يعني المهم الآن مين بالنسبة لي أنا كلاعب مبتدئ. أنت هنا اللي يهمك ملحمي. النخبة والمتقدم فيهم لاعبين مهمين لكن مو بمرة، يعني حقين زراعة بس، يجمعون لك موارد من برا بس، هذه هي الفكرة. لكن الملحمي راح يكون شغلك الشاغل، وراح تحط تركيزك الكامل على كلهم، يعني عليهم كلهم. لكن أنت تقول طيب الأسطوري، ليش ما قلت الكلام هذا على الأسطوري؟ طيب لأن الأسطوري يطلع لك في صناديق ذهبية، ونسبة حصولك عليه ضعيفة، وراح تحصل عليه من أحداث اللعبة الأسبوعية والشهرية. فصعب أنك تحصل على الأسطوري، وراح أشرح الأسطوري بالضبط، لكن مو الآن، بعد شوي. في أشياء لازم أمسكها قبل ما أبدأ أخش في الأساطير، فركز معي الآن. الآن بعد ما عرفنا أنواع القادة، ننتقل إلى ميزات القادة. زي ما تشايف أمامك هنا في ثلاث ميزات باللون الأحمر والأزرق والأصفر، حلو؟ فكل قائد، ركز هنا، كل قائد يأخذ ميزة واحدة من هذه الأنواع. زي ما شفنا مع هيرمان، كان قائد للرماة وعنده ميزة مهارة بحيث أنه يسبب أضرار عالية للخصم، وأيضا ميزة حامية اللي هي الدفاع عن المدينة. فهذه هي فكرة ميزات القادة، واضحة أمامك. وفي شجرة المواهب راح تلقى مسارات لكل ميزة، حلو؟ فننتقل للي بعدها الآن، التماثيل والنجوم. طيب ممتاز، خلوني استعرض لكم أول شيء التماثيل. هذه هي التماثيل قدامك. فائدة التماثيل هذه بشكل عام أنك ترفع مهارات القادة على حسب القائد. فمثلا أنا عندي قائد أسطوري، أبغى أرفع مهارته، حلو، لازم يكون عندي تماثيل ذهبية الخاصة بالقائد الأسطوري. طيب عندي ملحمي، أبغى أرفع مهارة القائد الملحمي، لازم يكون عندي تماثيل قائد القائد الملحمي، وهكذا. يعني هذه هي الفكرة من التمثال علشان ترفع مهارة القادة على حسب نوع القائد. فهمت الآن الفكرة؟ ممتاز. طيب إذا وصلت VIP 9 راح يكون متاح لك أنك تشتري تمثال القائد الملحمي، بحيث أنه يكون متوفر منه 50 تمثال. تكلفة التمثال الواحد 200 جوهرة، تتحدث أسبوعيا بحيث أنه يرجع لك مرة ثانية 50 تمثال
وتشتريها من جديد. يعني هذه هي فكرة أنك توصل VIP 9. طيب إذا وصلت VIP 13 راح يكون متاح لك تشتري تمثال قائد أسطوري، بحيث أنه يكون متوفر 20 تمثال، قيمة التمثال الواحد 2000 جوهرة. فأغلب الناس يحاولون يوصلون إلى 13 حتى يكون متوفر عندهم شراء تمثال قائد أسطوري. فهمت الفكرة الآن من التماثيل والمهارة والعروض حقت الـ VIP؟ خلاص ننتقل للنجوم الآن. هذه هي النجوم أمامك. فكرة النجوم نفس فكرة التماثيل، إذا تبغى ترفع نجمة القائد الأسطوري مثلا لازم يكون متوفر عندك نجمة ذهبية وهكذا. طيب تسأل تقول طيب إيش الفرق بين النجمة الثلاثية والثنائية والنجمة الواحدة؟ بسيطة، يعني أنت الآن الثلاثية عندك إمكانية أنك ترفع مستوى النجمة بشكل أسرع، فهمت؟ ففي جدول بالأخير راح أوريك إياه بعدين يعلمك مستويات النجوم بشكل مختصر وممتاز، وتعرف كم نجمة لازم توفر حتى توصل إلى النجمة الأخيرة السادسة. فهذه هي الآن راح أوريكم وين تلقون النجوم والتماثيل. نروح أول مكان اللي هو المراحل. طبعا المراحل هذه كل ما تخلص كل ما يعطيك وسام الفاتح، اللي هو هذا هو، شوف وسام الفاتح يستخدم لتبديل العناصر الموجودة في متجر الأوسمة اللي هو هذا. طبعا كل ما تخلص مراحل كل ما تحصل على أوسمة أكثر من خلال ضغطة واحدة على الصندوق هذا يوميا يعطيك وسام الفاتح. طبعا أنا مجمع. حلو، حاليا عندنا هنا بلاغيوس. طبعا كل أسبوع راح يعطيك قائد ملحمي، كل أسبوع راح يعطيك قائد ملحمي تقدر تشتري من هنا عدد لا نهائي، يكلفك 1000 وسام. حلو، طبعا هذه حقت النخبة، قائد نخبة. وهنا أثرفليد. أثرفليد هذه ثابتة، موجود منها 3 يوميا، قيمة 1500 وسام. طيب عرفت وين تلقى الحين التماثيل؟ ممتاز، طبعا هذه ثابتة أثرفليد. النجوم من هنا تلقى أحيانا قادة تتحدث غير كذا. طبعا أول فرصة مجانية، يعني يمديك تحدثها مجاني، بعد كذا يكون 100 جوهرة. خلينا نشوف من يطلع لي. أوكي موارد، طبعا أنا ما لي بحاجة الأشياء هذه لأنها عندي خلاص، فممكن موارد. وأحيانا يطلع لك نجوم وأحيانا تماثيل قادة أساطير، هنا قليل يعني مو بكل يوم، لا قليل على حسب حظك. فهمت الفكرة الآن؟ حلو، المكان الثاني اللي راح تلقى فيه التماثيل اللي هو عروض VIP. زي ما قلنا إذا وصلت المستوى التاسع من VIP راح يكون متاح لك زي ما أنت شايف قائد ملحمي 50 كمية، الواحد 200 جوهرة. وإذا وصلت 13 راح يكون متاح لك، طبعا أنا ما وصلت إلى الآن حاليا أنا 10، إذا وصلت راح يكون متوفر هنا 20 حبة، الحبة الواحدة ب2000 جوهرة. هذه عروض VIP. طيب المكان اللي بعده، طبعا في المركز التجاري راح تلقى النجوم، فقط النجوم. أما الحانة راح تحصل أنت وحظك عاد، طبعا من هنا تلقى التماثيل حقة القادة كلهم اللي هم النخبة، المتقدمين، الملحمين، الأساطير. طبعا الأساطير هنا لاحظ هنا إيش مكتوب، احتمالية، احتمالية إيش؟ أنك تحصل على قائد أسطوري، شفت كيف ضعيفة، قائد ملحمي، نخبة وهكذا، شفت كيف؟ فعلشان كذا أقول لك نسبة أنك تحصل على قائد أسطوري أو ترفع مهارة القائد الأسطوري ضعيفة جدا. وآخر مكان تحصل عليه تماثيل
سواء ملحميين أو أسطوريين. عندك هنا حدث الحاكم الأعظم، طبعا هذا راح أشرحه، يعني في أحداث كثير راح أشرحها بعدين. حاليا عندنا صلاح الدين زي ما أنت شايف، ونسبة المنافسة فيها يعني أنك أنت تنافس ضعيفة إذا كنت وسط ناس تدفع. لاحظ هنا النقاط كيف، شوف كيف ناس ما ترحم. طبعا مو من العشر الأوائل بس اللي يأخذونها، توقع 100 أول 100 يأخذون تمثال، أقل واحد يأخذ تمثال واحد من صلاح الدين. طبعا شهريا يتحدث، أتوقع أنه شهريا والله ناسي. فهذه هي فكرة الحاكم الأعظم، أنك تحصل فيها تمثيل القادة اللي يطلعون لك هنا. نأتي الآن لتعليمات هامة. طبعا من هنا لازم ما تعدي المقطع، ركز معي بالضبط حتى ما تطيح في الأخطاء اللي أنا طحت فيها وطاحوا فيها قبل كثير، فهنا ركز. طيب خلونا نشوف التعامل الصحيح مع الأساطير. طيب هذا مارتل أنا أخطيت معه، لاحظ كيف المهارات عندي محيوسة. المفترض أني أرفع المهارة الأولى، أمكسها يعني خلاص أخلي أرفعها إلى آخر شيء، بعدين أفتح النجمة الثانية، ثم أفتح المهارة الثانية. خلينا نشرح بشكل أفضل من كذا. طيب عندنا يي سونغ، لاحظ معي هنا كيف سويت معه بشكل صحيح. هنا التعامل الصح أنك ترفع المهارة إلى آخر مستوى الأولى، ثم ترفع النجمة، وبعدين تفتح المهارة الثانية، وهكذا تخلص المهارة الثانية بعدين تنتقل للثالثة. هذا التعامل السليم مع كل قائد أسطوري، فلا تهمل هذا التوصيل، مهم جدا. لاحظ هذه طريقة شرح الفكرة. المهارة عندي ماكس، أنتقل أرفع المستوى بحيث أني أرفع النجمة الثانية أو أفتح النجمة الثانية، ثم تنفتح معي المهارة الثانية وأبدأ أشتغل عليها إلى أن أنتهي منها بالكامل وأنتقل للثالثة. فهمت الفكرة؟ راح نطبقها الآن على محمد الفاتح بحيث أنه هو جاهز عندي، فنشوف الآن. طيب هذا هو الآن محمد الثاني اللي يسمى محمد الفاتح. عندي المهارة زي ما أنتم شايفين خلاص إلى آخر مستوى، هذه طبعا الأولى. بعد ما أنتهي من الأولى أروح أفتح الثانية، كيف؟ قلنا نرفع المستوى حتى نفتح النجمة، بهذا الشكل. يمكن تسأل تقول يا أخي ليش، طيب إيش معنى الأساطير؟ لأنك صعب أنك توفر التماثيل حقتهم، صعب. فهذا التعامل سليم معهم، أنك تمسكها واحدة واحدة. الآن بعد ما رفعنا المستوى نرفع النجمة، لاحظ الفرق بين النجمة الثلاثية والثنائية. زي ما قلنا قبل، النجمة لها فائدة أنك تسرع فتح مستوى النجمة، هذه الأولى كذا، خلونا نمسكها كذا. خلاص فتح معي. أنت بأنك تحط ذا شو اسمه، تحط تمثال مثلا، هذا غلط انك تسوي كذا، غلط مرة غلط، خلك مع النجوم أفضل. طيب فتح لي الآن المهارة الثانية. الآن اللي أنا لازم أسويه أني أسوي نفس اللي سويته مع المهارة الأولى، أرفعها إلى آخر مستوى هنا، بتكون 5 طبعا. فبعد ما أخلص أروح نفس الكلام، أرفع المستوى، أفتح النجمة الثالثة بحيث تنفتح معي المهارة الثالثة. وضحت أتوقع؟ هذا التعامل لازم يكون مع كل الأساطير بلا استثناء. طبعا نصيحتي لك أنك تمسكها، يعني لاحظ أنا غلطت غلط أني حطيتها فيهم كلهم، يعني رحت هنا حست هنا وحطيت هنا شوي وحطيت تماثيل أسطورية هنا، فكانت حوسة عندي. أنا إلى الآن ما أمتلك قائد أسطوري بسبب هذا الخطأ، يعني قائد أسطوري مهاراته فل بسبب هذا الخطأ. لو أنا استثمرته طبعا كل اللي أنا حطيته هنا،
لو أنا استثمرت صح وحطيتها في مثلا ركزت على ريتشارد مثلا واللي هذا اللي أنا مسويها الآن، كان الآن فاتح المهارة الأخيرة خلاص. فأنت الآن أنك الواجب عليك أنك تختار قائد أسطوري واحد تركز عليه وتحط تركيزك كامل عليه، كل التماثيل الذهبية تحطها هنا تمام. طبعا هذه هي التماثيل، تأخذها زي ما قلنا لك الأماكن اللي تلقى فيها التماثيل، بس تضيف التمثال وترقي. طبعا مطلوب مني هنا 45 تمثال، حاليا أنا عندي 4، فهذه مشكلة. الآن ننتقل إلى نقطة شرح القائدين، إيش الفرق بين القائد الأول والثاني، فهمتوا؟ فخلونا نشوف الآن. خلينا نختار هنا بيلاجيوس، والنائب أو القائد الثاني اللي هو بيبرس، حلو، ويقودون الفرسان. طيب إيش الفرق يعني، إيش الحكمة بالضبط، نشرحها الآن لك. طيب قلنا عندنا القائد الأول اللي هو بيلاجيوس والثاني بيبرس. الفرق يا طويل العمر أن بيلاجيوس شجرة المواهب حقته هي التي تعمل، عكس الثاني الشجرة حقته ما لها أي فائدة. تمام، وصلت الفكرة الآن؟ يعني القائد الأول هو اللي لها فعالية شجرة المواهب حقته، عكس الثاني ما لها أي فائدة. طيب وش الفائدة من الثاني؟ اللي هي المهارات، مهارات الثاني تفيد الأول وتفيد. طبعا أنت عشان كذا لازم تختار القائد الثاني بحكمة، بحيث أنه يخدم القائد الأول ويخدم نوعية الجيش اللي هو طالع معه. وصلت الآن الفكرة أتوقع. من أركز عليه في البدايات؟ طيب هذا السؤال جوابه يعتمد عليك أنت. عندنا هنا مشاة فرسان ورماة، في البداية راح تركز على الملحميين، القادة الأساطير قلنا صعب أنك ترفع مهاراتهم. طيب خلونا نشوف من عندنا في المشاة. عندنا سانتزو وعندنا موندوك وبيفرسان بيلاجيوس وبيبرس وبيلساريوس، والرماة هيرمان كوسونوكي. ممتاز، أي واحد يطلع لك من هذولي ركز عليه، حلو. إذا طلع لك أكثر من واحد منهم أنت عاد لك الخيار، يعني إيش تبغى تركز عليه وركز. إذا طلع لك لوهار، أنا أشوف طبعا هذه وجهة نظر، يعني في ناس يختلفون معي أنا مالي علاقة، أنا هذه وجهة نظري أنا، تركز على لوهار بحيث أنك تعتني في مهاراته حتى تصل للمهارة الثالثة بالتحديد. ليه؟ لأن الثالثة ترفع مستوى القائد الثاني اللي مع لوهار 70%. تخيل تحط مثلا بيلاجيوس مع لوهار، يرتفع مستوى بيلاجيوس بشكل أسرع. كل ما تقاتل البربر كل ما ترفع مستوى بيلاجيوس بشكل أسرع مع لوهار طبعا. فهذه هي فكرة أنك تضرب عصفورين بحجر مع لوهار. هذا يطرح لنا الآن سؤال اللي هو، من هم المفضلين ضد البربر؟ أي أحد عنده حفظ السلام هو المفضل ضد البربر بشكل عام، لكن بشرط. لاحظ هنا شجرة المواهب عندي، لاحظ اللي أنا محدد عليها بالأخضر، يعني وقف عندها إلى هنا، وقف تمام اللي بالأخضر. إذا تبغى تروح زي ما أنا مسوي هذا شيء راجع لك، لكن الأفضل الزبدة كلها في اللي أنا موقف عندها بالأخضر. طيب باقي ما علمتنا من هم المفضلين ضد البربر، هذوليهم. طبعا لوهار أول واحد لأنه عنده 70% رفع مستوى القائد الثاني. طبعا كلهم هذول الثلاثة عندهم مهارة أنهم يفيدون القائد الثاني برفع مستواهم بشكل أسرع، فنعم احرص أنك تعتني فيهم. النصيحة اللي بعدها، في الحرب اطلع بالمتخصصين فقط. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن مو عندنا ثلاث أنواع من الجيوش، مشاة فرسان ورماة، ما تحطهم في جيش واحد، فهمت؟ اطلع بجيش معين، مشاة يقودهم
قائد من المشاة، فرسان يقودهم قائد من الفرسان، رماة قائد من الرماة، وهكذا يقود نوع واحد من الجيوش. طيب من عندنا من المشاة؟ قلنا عندنا سانتزو ومندوك، والنسخة الأقوى منهم ريتشارد ومارتن، ومن الفرسان بيلاجيوس وبيبرس، وعندنا النسخة الأقوى اللي هي ميناموتو وتساو تساو. طبعا فيه تشكيلات كثير، يعني مو بس هذول، يعني أعطيك الفكرة الآن، أنا أعطيك الصحيح، وفي قادة يعني تقدر تسوي الحين بجيها لك. من الرما عندنا هيرمان وكوسونوكي، والنسخة الأقوى ييسونغ وإلسيد. طيب طبعا هذول أمثلة، الآن أقدر أني أحط مثلا مع هيرمان عثمان الأول. بتقول لي يا أخي وش دخل عثمان الأول، ما له أي علاقة في الرماة. طيب تذكر يا بطل يوم نقول لك شجرة المواهب حقت القائد الثاني ما تهم؟ نعم، هنا الآن ينطبق الكلام، مهارات عثمان الأول تخدم هيرمان القائد الأساسي، وتخدم نوع الجيش اللي هو الرماة. فأنا أنصح بعثمان أن يكون نائب ثاني لهيرمان. طيب شوف مثال ثاني، عندنا مثلا ميناموتو مع بيلاجيوس، قائد أسطوري ونائبه ملحمي، عادي جدا ما في أي مشكلة. عندنا في المشاة مثلا أبحط لي نائب أسطوري وقائده ملحمي، جدا عادي. ففي تشكيلات كثير، يعني مو بس اللي أنا حطيتها لك، بس أنا حطيت لك الأفضل الأقوى، ففي أقوى منهم طبعا، لكن الفكرة الأساسية أهم شيء وصلت الآن. انضم معنا تحت في الديسكورد حتى تفهم وتشوف تصاميم القادة الأساسيين، مهم جدا تعرف تصاميم القادة. ومسألة أني أشرح لك كيف الحرب تصير، هذه بيكون لها مقطع الحال، وبطبق تطبيق عملي بحيث أنك تفهم الفكرة. عرفنا الآن القادة المميزين ضد البربر وفي الحرب. طيب الآن ننتقل إلى ضرب المدن والحصون والأعلام بشكل عام. كثيرين يحطون القادة اللي عندهم شجرة احتلال، وهذا طبيعي ومنطقي، يعني مثل القيصر عثمان الأول، أفريكانوس، فريدريك، وفي كثيرين غيرهم، بس هذول الآن اللي حطيتهم مجرد مثال. لكن الشيء اللي ما يعرفه كل مستجد أنه المتخصصين هم أقوى بكثير من اللي عندهم شجرة احتلال. مثلا أنا طلعت بجيش روما ويقودهم ييسونغ ونائبه الثاني إلسيد، راح يدمرهم تدمير غير طبيعي. طبعا يعتمد على نوعية الجيش اللي موجود في المكان اللي راح أضرب فيه، هذه لها شرح في مقطع ثاني. ممتاز. النصيحة الأولى أنك لا تفكر تضرب مدينة نهائيا، أنت في البداية تحتاج تطور نفسك وترفع مستوى القادة عندك ومهاراتهم، فأنت غير مؤهل أنك تضرب مدن نهائيا، انسى الفكرة دي، هذه خلها للي عنده تكنولوجيا أقوى واللي عنده جنود أقوى، بحيث أنه هو يتكفل بهذه المهمة وأنت مجرد تنضم معه بس. هذه إذا أنت عندك جنود مستوى خامس وعندك متخصصين قادة أساطير مهاراتهم عالية فل، نعم أنت الآن أقدر أقول أنك مؤهل، غير كده لا، انسى الفكرة، خلك في الحرب، خلك على الأشياء البسيطة اللي ما تكلفك خسائر كبيرة، لأنك راح تموت، راح يموتون جنودك راح يموتون جنودك وتخسر كثير فتندم، وكله عشان إيش؟ علشان والله شوية موارد قاعد تقدر تحصلها في أي مكان والله ما تسوى عليك، فخلها. إلا إذا كان الشخص هذاك مستفز، فنعم تقدر تكلم أقوى واحد عندك في التحالف يقوم بالمهمة هذه، أنه يحرق مدينته وأنت تنضم معه عادي. آخر فقرة معانا الآن اللي هي المزارعين. طيب في 6 مزارعين اللي هم هذولي، ممتاز. طبعا هذولي ما يستخدمون في الحرب نهائيا إلا جون أوف آرك، هي الوحيدة اللي تستخدمها في الحرب كنائب ثاني، نظرا لمهاراتها العلاجية، وشيكوا عليها وإن شاء الله أنكم تفهمون فكرة جون أوف آرك كنائب ثاني. طيب المطلوب منهم
من المزارعين أنك توصلهم إلى المستوى 37 وتوقف إلى هنا، بحيث أنك تكون وصلت إلى آخر موهبة من مسار الجمع. تبغى تكمل هذا شيء راجع لك، لكن الزبدة والمطلوب منهم المستوى 37، وبالتوفيق. وهذه كانت آخر فقرة معنا مع القادة. يعطيكم العافية على الدعم والمشاهدة يا شباب، وبحط لكم الآن جدول عن النجمات بحيث تعرف كم عدد النجمات المطلوبة منك إلى أن تصل إلى آخر نجمة. عموما في رابط تحت بحط لكم بالوصف، عن هو رابط ديسكورد، لازم تشوف تصاميم مواهب القادة الأساسيين، الأساطير والملحميين. مهم جدا يا شباب، لازم مو تسوي كذا شجرة من راسك، لا، لازم تشوف وتتعلم، وبعدين ممكن انت تصمم بنفسك شجرة خاصة فيك، هذا شيء راجع لك. باقي في الحلقة، في السلسلة هذه باقي فيه حوالي تقريبا 4 أو 5 حلقات. ان شاء الله ان كان الشرح واضح عن القادة. اذا في سؤال او اي شيء ابد سجل تحت في التعليقات تعليقك، وان شاء الله راح ارد عليك اول باول. ويعطيك العافية، في امان الله.